السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مدوز العابدين، مدرب والنائب الأول ديال الكاتب العام الإقليمي ديال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. بالنسبة لهذا القرار اللي خرج ديال إغلاق ديال القاعة الرياضية، أول حاجة اللي خصنا نهضروا عليها قبل من القرار كانوا خصو يعطيونا الدعم. حنا ما تفاجئناش بالدعم، تفاجئنا بالإغلاق. هذاك الإغلاق شنو كيتمناو منا؟ واش هاد الناس، هاد المدرب هذا غيمشي يسعى؟ واش هاد المدرب هذا في نفس الوقت واش غيمشي كمثالي ينتحر؟ حنا بالنسبه لنا كنتسناو منهم، من هاد الناس، الجهات المعنيه، ولا السيد الوالي ولا رئيس الحكومه ولا السلطات المحليه باش يساعدونا باش يعاونونا. كنا كنتمناو منهم الدعم، ما كناش كنتسناو هذه المساله ديال الاغلاق، لان الانشطه كلها خدامه، التجاره خدامه، المقاهي خدامين، زادوهم ساعتين، حنا زادو دمرونا. هذا التدمير اللي دمرونا شنو كيتسناو منا؟ نمشي نسعاو حنا وولادنا. حنا حاليا دابا في هذه اللحظه كانوا خصهم يعطيونا الدعم. بالنسبه للجمعيه راه كتكون ابطال، وداك البطل اللي كيتكون، راه كيعطي واحد النظره لهاد البلاد هذه، وكيرفع الرايه ديال الوطن. وفي نفس الوقت اي مدرب كما كان الحال ديالو، الا ما كونش كيكون بطل، التالي ما كيكونش كيكون بطل المغرب، او جوج ابطال او ثلاثه الابطال. داك البطل راه كيعطي واحد الصوره للعالم كله. ايت الله محمد، مدرب رياضي جمعيه مولاي ادريس البطحاء. انا من الناس اللي، من المدربين اللي كانوا هما كيعانيو، من المدربين اللي سادين المحلات ديالهم، من المدربين اللي جالسين، يعني المدرب ولا بحال شي جريمه في هذه البلاد هذه. عندنا جمعيه ديالنا سدينا من شهر 3 4 5 6 7، حلينا، قالوا لنا عاوتاني عندنا السيد، عندنا 15 يوم مازال لكم عاد تحلوا، عندنا خصكم ديروا التعقيمات، خصكم ديروا هذه. نفذنا الطلبات ديالهم. نعم سيدي، قال لك عاوتاني تسجل لجنه واحده اخرى. جاو اللجان، كل شيء في امل وحفظه، تكلنا على الله، بدينا كنقتلوا الوليدات اللي تخلت على، ماشي تخلينا عليهم، ولكن الظروف اللي خلاتنا هذا الشيء. نادو سيدي، قالوا لك حقا 8، نقصوا الناس الوقت، حنا 8 عاد كنخدموا فيها، قالوا لنا 8، قلنا لهم سيدي مرحبا ماشي مشكل، خدمنا عاوتاني في 8. شويه كنتفاجئوا بان السلطات كتعاد كتقول لك سيدي خصك تغلق المحل. علاش هاد المحلات هادي تغلقوا؟ علاش هاد الجمعيات؟ واش هاد الجمعيات منين درنا قال لك حقا الحاله الوبائيه طلعت؟ واش الجمعيات، واش هما اللي طلعوا الحاله الوبائيه؟ واش الجمعيات هما البؤر؟ إذا كانوا هاد الجمعيات هما البؤر، هذاك الشيء مرحبا نسدوهم. كيف يعقل أنا عندي جمعية ديالي في البطحة بيني وبينها قهوة ديال التيرسي، قهوة التيرسي كتهز أكثر من 150 دولار في النهار، 150 دولار في النهار، مكتضة بالبشر ديال التيرسي، وأنا قدامي عندي 10 ديال الناس، كنتفاجئ بأن المحل الجمعية الرياضية تسد، والقهوة التيرسي زادوها ساعتين المكانة، المقاهي كلهم جات الشامبيونز ليغ زادوهم ساعتين المكانة، المطاعم كلهم تزادوا لهم الوقت ديالهم، يعني الأسواق، المعامل، حنا كنكونوا واقفين في الشارع، الكيران، الطوبيسات، الكيران ديال المعامل كيهبطوا الواقف أكثر من اللي جالس. والله من هذا منكر. السلام عليكم. معكم الاستاذ المدرب محمد العيشي، اطار وطني في الكاراتي ورياضات اخرى. اليوم حنا هنايا وعضو بالمكتب النقابي للمدربين القاعات الرياضيه. حنا اليوم حنايا كنواجهوا واحد تسونامي خطير جدا، ومني كنقولوا تسونامي يعني كنتظروا مور تسونامي التدمير. يعني هنا الرياضه الوطنيه بصفه عامه راها معرضه للشلل، وكذلك المدربين اليوم اللي يعني منهم اللي باع رزقه، اللي يعني عنده ديون كثيره وما لقاش كيفاش يدير، يعني يمارس الحياه ديالو الطبيعيه. وهذا المدرب راه مدرسه، هذا المدرب راه كون ابطال اللي هزوا الرايه ديال البلاد خارج وداخل ارض الوطن، اليوم كيعيش الدمار الشامل. وإلا ما عطيناش الفرصة أنه يعني السلطات المحلية يعني تعيد النظر في هاد القرار ديال الغلق ديال المحلات الرياضية، فهذا يعني كي المؤشرات كتكون خطيرة جدا. وبذلك حنا كنناشدوا المسؤولين والسلطات المحلية إعادة النظر في هذا المشكل ديال الإغلاق، والتعويض اللي هو ضروري خص يكون التعويض، لأن بلا تعويض راه ما حتى الفتح دابا حاليا ما عنده ما يجدي من حتى 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 يعني ما عنده ما يعطي من النتائج. والسلام عليكم. حافظي باشير، مدرب جمعية الناسين تحت لواء الاتحاد العام
الشغالين في المغرب. هذه الرساله ديالنا تنوصلوها للمسؤولين. هذا المسؤول اللي مشى حط هذا القرار ديال الاغلاق، ما عرف هاد الناس باش عايشين، شنو تياكلوا، هاد ولادهم شنو غادي يدخلوا لهم. يعني جا ودار هاد القرار. هاد القرار راه مجحف في حقنا، في حق هاد الجمعيات الرياضيه. هاد الجمعيات الرياضيه اللي هما حاضرين راه كاينين ثلاثه ديال الناس اللي مكلفين الاولمبيات من فاس، من هاد المدينه، اللي ديال هاد الجمعيات اللي غادي يهزوا الرايه في الاراضي ديال طوكيو ان شاء الله. وبالنسبه لينا حنا هذه 6 شهور حنا راه تضررنا بزاف. لو كان ما لقيناش العائلات ديالنا وخوتنا وحبابنا، لو كان حنا دابا خارجين تنسعاو في الزناقي، نخرجوا وليداتنا وتنسعاو. كاينين المدربين اللي صافي طلقوا ليصال ديالهم، كاينين المدربين اللي صافي بدلوا المهنه، كاين المدرب اللي عنده فاش غادي يبدل غيبدل، ماشي مشكل. ولكن بالنسبه لينا حنا راه حنا عندنا المعاش ديالنا هو ديك الرياضه. الا مشات ديك الرياضه راه حنا غادي نخرجوا عرضه للشارع. هو انه يعني حنا سد بدون حتى شي يستجبوا معنا في هذه المسائل اللي غادي نصرفوا، في هذه المسائل اللي غادي خص دابا حنا تنطالبوا. راه واخا الا حلينا راه ما يمكنش. هاد الناس راه دابا فقدوا الثقه، هاد المنخرطين ديالنا فقدوا الثقه. دابا راه خصنا التعويضات ديال هاد الفتره، لهاد الفتره اللي سدينا فيها، لان ترتبت علينا واحد المصاريف كبيره. معكم استاذ مصطفى القديم، تنتكلم تحت لواء الاتحاد العام الشغالين بالمغرب عن ارباب القاعات الرياضيه والمدربين. اذا حنا اليوم جينا باش نركزوا على جوج ديال النقاط. نقاط غايه في الاهميه. النقطه الاولى اللي هي حاسمه في هذا، في الاستمراريه ديال هاد الناس، هادو الناس اللي تي ارباب القاعات الرياضيه المدربين، هي المساله ديال الدعم. الناس واخا عطيتونا نحلوا، راه الناس ما التحقتش، راه حتى 5% ديال الناس راه ما التحقوش. وبالتالي الا ما كانش هاد المساله ديال الدعم، راه هي النهايه ديال هذا القطاع. هذا النهايه اللي سميتو المؤلمه والمؤسفه. هذا القطاع اللي خدم وقدم للبلاد وخدم الجانب الاجتماعي، ربما انتم كتشوفوه كقطاع غير مهيكل او لا كتشوفوه كقطاع غير منتج. بالعكس، كاين راس المال المادي وكاين راس المال المعنوي اللي هو اغلى واللي هو صعيب باش تقدم فيه وتخدم فيه. هاد الناس هادو ارباب القاعات الرياضيه راه تيساهموا في ازدهار ما يسمى براس المال المعنوي، صناعه البشر، وما ادراك ما صناعه الانسان. هاد الناس هادو راه صنعوا ابطال. هاد الناس هادو راه بالفضل ديالهم ترفعت الرايه ديال المغرب في محافل دوليه. هاد الناس راه تيصنعوا الانسان، والانسان هو المحور ديال التنميه. ما يمكنناش نهضروا على تنميه ولا على اقتصاد ولا على ازدهار ديال اي دوله بدون ما نهضروا على الانسان. والرياضه راه معروفه.